بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. دشنت مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مركز التمكين الاقتصادي للمرأة بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل برنامج التمكين الاقتصادي وسبل العيش ضمن مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا محمد الجداسي. ضمن مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم، دشنت يمان للتنمية والأعمال الإنسانية برنامج بناء القدرات وسبل العيش في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مركز التمكين الاقتصادي للمرأة. القائمين على تنفيذ البرنامج أكدوا أهمية بناء القدرات وسبل العيش. بفضل الله دشنا اليوم انطلاق برامج بناء القدرات وسبل العيش ضمن مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم بدعم كريم من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية. المشروع يستهدف 166 أسرة في محتواها 536 يتيم. شن اليوم مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم والذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والتنمية الإنسانية وتنفيذ مؤسسة يماني بالتعاون مع مركز التمكين الاقتصادي للمرأة في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل. هذا المشروع يهدف إلى تمكين الأسر ممن فقدت معيلها بمشروع في الجزئين، الجزء الأول هو التدريب والتأهيل ومن ثم مرحلة التمكين الاقتصادي لمخرجات التدريب والتأهيل. تنفيذ برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتنمية المهارات لأسر الأيتام وذوي الدخل المحدود تعمل على إيجاد مشاريع التمكين الاقتصادية وبرامج سبل العيش. عدل الفضائية محمد القداسي مأرب.